نروح سريعا للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يا باش مهندس مساء الخير عليك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. في البدايه طبعا ببارك لك على بقاء سموحه في بطوله الدوري، فريق كبير امكانياته كبيره، ودايما دايما جماهير الكره المصريه بتتمنى تواجد فرق بحجم نادي سموحه رغم الموسم الصعب والعصيب اللي انتم مريتوا بيه هذا الموسم. ايوه، اشكر سيادتك، اشكر سيادتك. طبعا احنا مرينا بموسم صعب جدا وموسم معقد جدا وموسم كان فيه التحكيم لعب دور كبير قوي قوي قوي. النتائج للاسف والناس كتيره لجأت للتحكيم الاجنبي، وده نقص خطير جدا بيدق في الكوره المصريه. والدوري السنه دي كان ملخبط لخبطه كبيره قوي، تمام، وما كانش حد عارف راسه من رجليه، وللاسف وصلنا لمرحله سيئه جدا. نتمنى الا تتكرر طبعا، لان وانا من اول السنه متوقع ان الدوري مش هيكمل، لان الدوري السنه دي ملوش طعم وملخبط ومحدش عارف هو مواعيده امتى ومباراته امتى. كان في تغييرات وتبديلات كثيره جدا، بالرغم من طبعا ان كان في ارتباطات افريقيه وكان في ارتباطات عربيه، لكن للاسف ان الدوري السنه دي كان يعني دوري سمك لبن تمر هندي، مفيش اي سمك لبن تمر هندي. بالظبط. طيب باشمهندس، كيف تابعت قرارات النادي الاهلي بالامس والمذكره والبيان الخاص بالنادي الاهلي امبارح؟ والله هو طبعا انا شفت قرارات النادي الاهلي وشفت النادي الاهلي بيقول ايه، وحسيت ان الاهلي في منطقيه في الكلام كويس، وان الكلام اللي الاهلي بيقوله معقول، وان الدنيا ماشيه في الطريق الصحيح. حسيت ان الغالبيه العظمى بما ورد من خطاب النادي الاهلي هو اللي انا نفسي اقوله ونفسي اكلمه، وانه بيعبر عن راينا تماما. فحسيت ان انا يعني تضامني مع الاهلي يدي جرس انذار لاتحاد الكوره ان ما ينفعش ابدا الدنيا تبقى ماشيه بالطريقه اللي هي ماشيه بها. الحل من وجهه نظرك يا باشمهندس، شايف الحل ممكن يكون ازاي للازمه الحاليه؟ والله بص هقول لك على حاجه، الدوري ده عامل زي كوره الصوف اللي قعد اتحاد الكوره المكعبله. اتحاد الكوره قعد يكعبلها، هي كانت كوره صوف طبيعيه، قعد يكعبلها 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 لما ايديه غرزت جوه كره الصوف او بكره الصوف، لا هو عارف يفكها ولا عارف يحلها ولا عارف يطلع ايديه منها. فاحنا وصلنا فيها اختناق شديد جدا. اختناق شديد جدا. كان يجب ان اتحاد الكوره يكون اكثر شفافيه واكثر شجاعه واكثر وضوح واكثر عداله واكثر شجاعه واكثر شجاعه واكثر شجاعه. يعني بعد اذنك، الاهلي لما اتعرض لهذا الظلم اتكلم والناس سمعته. انا السنه اللي فاتت لما اتعرضت للظلم في نهائي الكاس 2014، لما اتعرضت للظلم في نهائي الكاس احنا ما حد استمعنا، وبرضه كان تضارب في القرارات. فانا مع الاهلي ان اتحاد الكوره قراراته متضاربه، محدش عارف مين اللي بيتخذ القرار، واخد بستك، واي قرار بياخده بيرجع فيه، وبعدين يلجا لمسؤولين اخرين ويلجا الى قعده عرب والقعده صلح، وعشان خاطري فالكره لا تدار بذلك النظام. الكره لازم لجنه انديه محترفه، ولجنه الانديه المحترفه دي تكون عندها صلاحيات زي الدوري الانجليزي بالظبط، يا ريت، وتدير الدوري بطريقه احترافيه زي الدوريات ما بتدار في اوروبا. لكن للاسف اتحاد الكوره عايز يمسك كل حاجه عشان يدير كل حاجه، وهو غير قادر على اداره كل حاجه، مع الاحترام دول كافراد. لكن اللي انا شايفه ان القرارات فيها قدر كبير جدا من الخواطر، وقدر كبير جدا من الهات وخد. يعني خدت بسكتك، يعني هات وخد، للاسف حبه فوق وحبه تحت.